بنرجع لحضراتكم مره تانية مشاهدينا، والحقيقه هنتكلم دلوقتي في موضوع مهم جدا، اعتقد ان هو من اهم محركات الاوضاع في مصر، وهي الاحتجاجات العماليه. العمال او الاحتجاجات العماليه او الاعتصامات العماليه دائما وابدا في احتجاجات وفي رفض ليها، وكانها مطالب غير مشروعه، وكانهم يعني عندهم كل حاجه في الدنيا وهم يعني طمعانين في زيادة. الحقيقة انه محدش يقدر ينكر انه الاحتجاجات العمالية او الوقفات العمالية هي دينامو المحرك، او هي المحرك الاساسي لاي ثورات، او هي كانت شعلة، اول شعلة في ثورة 25 يناير، طبعا من قبلها من اول ما ابتدوا من 2005-2006، وتحديدا بعد كده لما ابتدت بقى الاعتصامات والاضرابات والوقفات. البعض يطلق عليها انها مطالب فئويه، وزي ما كنت بقول لحضراتكم في بدايه الحلقه، تسموها فئويه تسموها مئويه قولوا عليها زي ما تقولوا، انما هي في الاخر مطالب مشروعه. حد سال نفسه هي الناس دي بتعمل كده ليه؟ حد فكر ينزل للناس دي ويشوف هم مشاكلهم ايه؟ طب احنا لما بنحل مشاكلهم بنديهم مسكن ونسيبهم بعد كده يقعوا تاني، ولا بنحل حقيقي المشكله، ولا حقيقي بنلبي مطالبهم؟ مشاكل كتيره جدا، كلام كتير جدا فيما يتعلق بالعمال اللي هم زي وزي كل الناس، وزي كل الناس اللي بتشتغل. احنا كلنا عمال على فكره، كلنا عاملين وكلنا بنعمل علشان نقدر نعيش. الموضوع ملوش علاقة بمين بيشتغل ايه، هي حقوق يا خدناها يا ما خدناهاش، هي مطالب يا اتسمعت يا ما اتسمعتش. حقيقي النهارده انا سعيده جدا بلقائي بضيفتنا دكتور نادين عبد الله، وهي المحلله السياسيه اللي قررت ان تكون رساله الدكتوراه بتاعتها عن الحركات العماليه ما بين 2005 و2009. عملت الدراسات الخاصه بالدكتوراه بتاعتها في يونيفرسيتي دي غرينوبل او في جامعه غرينوبل، وهي طبعا جامعه فرنسيه. اسمحوا لي ارحب دكتور نادين، اللي اكيد هنعرف منها تفاصيل اكتر عن مشاكل العمال، وتفاصيل اكتر للناس اللي هتهتم، او للناس اللي يا رب تهتم لحل ازمات ومشاكل العمال. دكتور نادين صباح الخير. اهلا صباح اهلا بيكي. ابتدي معاكي منين؟ ابتدي معاكي من ايه اللي خلاكي تقرري مثلا انه دراسه الدكتوراه بتاعتك تكون في العمال او في الاضرابات والوقفات العماليه؟ ليه؟ أنا الحقيقة بدأت الدراسة بتاعتي في 2007 و2008، وكان في البدايات كنا بشوف من 2006 و2007 اجتياح للحركات العمالية حقيقي. والاحتياجات الاجتماعية، وده كان حاجة جديدة على المجتمع المصري. كنا بنشوف دايما في احتياجات عمالية في السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات، لكن كانت منخفضة، ما كانتش بنفس الفكر فريكوينسي أو بنفس السرعة. لكن من 2006 شفنا بقت حاجة روتين، بقى المجتمع المصري اتعود على الفكرة دي. وبالتالي كان مهم جدا ان احنا نعرف اولا الاحتياجات دي كان اسبابها ايه، كانت بتعبر عن ايه، ليه تحت المجتمع المصري في الفتره دي بالسرعه دي. كمان كان مهم بالنسبه لي اني اشوف انه ده كان تعبير عن ازمه اجتماعيه. في النهايه الناس لما خرجت في 25 يناير خرجت قالت عيش حريه كرامه انسانيه، اول حاجه طلبتها العيش حقيقي. وبالتالي كان ده تعبير عن ازمه اجتماعيه، لو وكان ده انذار خطر للنظام، وانا كنت شايفه انه ده انذار خطر للنظام، انه ده بيهدد بانفجار اجتماعي، وكان وده حاجه ما قراهاش النظام في اللحظه دي حقيقي. وبالتالي شفنا واعتبرها وقفه زي اي وقفه، او اعتبرها يعني استمرت خمس سنين يعني ابتدى من 2006 2010، وقفات ثم وقفات ثم وقفات، ورغم ذلك كان في تجاهل دائم للمطالب دي. وبالتالي ده اللي كان شجعني، ده اللي خلاكي تقرري ان تكون رساله الدكتوراه الخاصه بيكي هي ان انا افهم الظاهره دي. الظاهره فهمتي ايه عن الظاهره، وليه اخترتي ظاهره عمال غزل المحله تحديدا؟ انا اخترت عمال غزل المحله والضرايب العقاريه لسببين. انه فعليا الحركات العماليه في اللحظه دي كانت فيها ليها طبعين او فيها اتنين كاركترستيك. اول حاجه انها كانت دايما بترفض التسييس او بترفض انه ترتبط باحزاب سياسيه، وكان حتى العمال حتى في غزل المحله في بدايه اضراباتهم كانوا بيرفعوا كروت بيقولوا احنا مع الحزب الوطني لكن عايزين حقوقنا ومطالبنا الاقتصاديه. نعم. لكن وفي نفس الوقت كان دايما المطالب بتاعت جميع الحركات بنشوفها انها
مطالب قصيرة المدى، يعني بيطلب زيادة في الأرباح، بيطلب زيادة في بدلات الغذاء، بيطلب زيادة صغيرة في الأجر، لكن عمرنا ما شفنا مطالب كبيرة زي الحد الأدنى للأجور أو مطالب كبيرة زي فكرة إن أنا أعمل نقابة تمثلني. وبالتالي كان عندي حركتين بيمثلوا اختلاف عن باقي الحركات. حركة عمال المحلة في لحظة طلبت الحد الأدنى للأجور في 2008، الضرائب العقارية في لحظة برضو بعد إضراباتها ونجاحها في 2008 طلبت إنها تتعمل ليها نقابة بتمثلها بشكل مستقل عن اتحاد عمال مصر. وبالتالي ده اللي دفعني في اللحظة دي إن أنا أختار الحركتين دول لاختلافهم. جميل. إيه الاختلاف اللي لقيتيه ما بين العمال بشكل عام عندنا في مصر وما بين العمال أو أي عامل في أي مكان؟ أكيد في الدراسة كان في نوع من أنواع المقارنة مثلا. أنا فعلا في البدايات كنت بحاول إن أنا أعمل مقارنة مع بولندا على أساس إن هي كان فيها حركة عمالية قوية في وقت في الثمانينات، وفعلا هي اللي ساهمت في تغيير النظام السياسي في اللحظة دي. لكن في النهاية أنا ما عملتش المقارنة، لكن في إطار قراءاتي كان الحاجة الأساسية، التغيير الأساسي اللي بلمحه هي فكرة إنه العامل المصري دايما بيركز على مطالب قصيرة المدى، إنه حاجة متعلقة بحاجته اليومية، الربح بتاعه، بلقمة عيشه، قوته اليومي. وده طبيعي، وده طبيعي جدا، وده طبيعي في كل البلاد. لكن في لحظات بيحصل تطور للمطالب ديت وبتروح لمطالب اكثر طويله المدى اكثر، زي مثلا مطالب زي الحد الادنى للاجور او غيرها، بتطلب فيها تعديل في سياسات النظام نفسه. وبيطلب ان هو يكون شريك في القرار، مش بس ان هو بيطلب منه انه يديله حقوقه. جميل. طيب خلينا نتكلم عن جزئية كمان اهتميتي بيها جدا في الدراسة، وأعتقد إن كمان الجزئية دي احنا لازم نركز فيها كلنا، لأنه القيادة اللي بتحرك الحركة دي أو القائد اللي بيقرر إن هو يجمع كل الناس دي ويعمل حركة احتجاجية أو يعمل وقفة أو يعمل أي مكان، هي إيه القيادة دي؟ أفتكر إنها حاجة مهمة جدا. مين هي القيادة في الحركات العمالية المصرية اللي حضرتك عملتي عليها الدراسة، زي غزل المحلة والضريبة العقارية، وأهم مواصفات هذه القيادة ممكن تكون إيه، وقد إيه هي مؤثرة وفعالة في الوقفة نفسها أو في الحركة نفسها؟ صحيح، هو القيادة أنا بالنسبة لي كانت من أهم العوامل اللي فيها الحركة بتنجح أو بتفشل. وخلينا نقول إنه في نوعين من القيادات دايما بنلاقيهم في كل الحركات الاجتماعية أو الحركات العمالية. نوع من القيادة أنا أسميتها قيادة الخدمات، اللي هي قائد عمالي مرتبط جدا بقواعده العمالية، بيعبر عن مطالبها الاقتصادية الصغيرة. يعني العمال محتاجين الأرباح بتاعتهم وانتهى حقهم في كده، هم بيروحوا للإدارة وبيطلبوا الحق دوت وما إلى ذلك. نوع تاني من العمال هو بيحاول يطور المطالب دي في اتجاه سياسي، فبيحاول ان هو يطلب مطالب زي الحد الادنى للاجور، لان ده هيخلي النظام يعمل تعديل في سياساته. بيحاول ان هو يطلب مطالب ليها علاقه مثلا بانشاء نقابات مستقله، على اساس ان ده هيساعد العمال يبقوا شركاء في صناعه القرار في المستقبل. وبالتالي انا بشوف دايما انه في النوعين دول من القيادات، لكن القائد الناجح هو اللي بيقدر في لحظة يرتبط بقواعده العمالية بقوة ويعبر عن مطالبها الاقتصادية الصغيرة، لكن في لحظة لما يلاقي انه هو قادر انه يوصل بالعمال لدرجة انه يبقى فيه تعديل اكتر في سياسات النظام، يقدر يوصل لده. واعتقد ده اللي مثلته حركة الضرائب العقارية، وده بيتفاعل مع التوقيت الزمني لاختيار الحركة الاحتجاجية اللي بيعملوها. يعني هل القائد للعمال ده مثلا بيقرر ان النهاردة احنا عندنا تغيير معين مثلا في سياسة الدولة، عندنا تغيير معين في حكومة، عندنا تغيير معين في اي مكان فيما يتعلق بالنظام او رأس الحكم في البلد، فهنا بتظهر القيادة؟ هل التوقيت ليه علاقة بالوقفات او الحركات العمالية؟ هو الإجابة ولا هم كل ما بيشتكوا بيقرروا ان هم يعلنوا عن مشاكلهم؟ يعني هو التعبير دايما عن الاحتجاج هو تعبير عن مشاكلهم الخاصه في اللحظه ديت. يعني انا في اللحظه دي ملوش علاقه بالنظام السياسي، هم لا ينظروا الى النظام السياسي، ما بيشوفوش للقصه دي، هم بيقرروا ان هم يعبروا عن مشاكلهم في الوقت اللي هم عايزينه، مش في الوقت اللي النظام فيه او اللي البلد بتمر بيه في حاجة معينة، فبيقرروا ان هم يتزامنوا او يتلاحقوا بالفكرة دي ويقفوا دلوقتي.
هقول لحضرتك حاجه، يعني هو من ناحيه هم بيعبروا دايما عن مطالبهم الانيه، وده ملوش علاقه بالنظام السياسي لانها احتياجات فعليه وهم محتاجينها. لكن من ناحيه ثانيه في لحظات الحركه العمليه بتقدر تنتهز الفرص السياسيه اللي بيتيحها النظام، يعني بعد ثوره 25 يناير كان في انفتاح، قدرت يبقى في كميه من النقابات المستقله او النقابات الجديده، دي كانت فرصه سياسيه قدرت انه الحركه العمليه تنتهزها. وبالتالي انا بشوف نوع من التكامل، التكامل ما بين الاثنين، فكره النظام السياسي يتيح فرص للحركه العمليه، وفكره انه الحركه العمليه تبتدي تتطور وتطلب مطالب مختلفه. حضرتك شايفه انه ايه هو التاثير السياسي اللي عملوه الحركتين اللي عملت عليهم الدراسه، اللي هي غزل المحله والضريبه العقاريه؟ هل عملوا تاثير؟ هل اثروا؟ هل وقفتهم كان ليها ردود افعال؟ ولا زي ما زي حال ناس كتير جدا بيقولوا مشاكلهم بس للاسف ما فيش حد بيسمع؟ انا بشوف ان هم نجحوا في اولا ان هم يقدروا يوصلوا لمطالبهم الاقتصاديه ويحققوها، ده من ناحيه. قدروا الحمد لله، ده شيء كويس. الحاجه الثانيه هم ان هم ابتدوا يطرحوا نوع مختلف من المطالب، اللي هي فكره العمال المحله في لحظه طلبوا الحد الادنى للاجر، مع ان يعني المشكله ان هم طرحوه لكن ما كانش عندهم القدره لتنفيذه. في النهايه الحد الادنى للاجر صحيح هو مطلب عادل، لكن في نفس الوقت انا عشان احققه محتاج يبقى في تضافر ما بين حركات عماليه كتيره، لكن هم تحملوه لوحدهم وتحملوا قمع النظام في هذه اللحظه. من الناحيه الثانيه نجاح حركه الضرايب العقاريه هي نجحت في لحظه انها تطرح فكره النقابه المستقله، بمعنى انه العمال او الموظفين كان في بينهم ترابط وقواعد اجتماعيه كونت من خلال الاضراب اللي كان فيه حوالي 15,000، وقالوا ليه ما نكونش حاجه تعبر عننا وتكون بتمثلنا بصفه مستمره. والحقيقه انه ده انا بشوفه من ناحيه ايجابيه حتى للنظام السياسي. انت لما يكون عندك مجموعه قاعده في الشارع في حاله من السيوله ودايما بتطالب، وفي حد بيمثلهم او في حد بيتكلم عنهم، ده اكيد احسن. بالظبط، لما يكون بدل ما انت متضرر من فكره الاضراب المستمر ومتضرر من الاحتجاج المستمر، وده بيرد دور الاقتصاد حقيقي. فخليهم ينظموا نفسهم في كيان ينظمهم ويتكلم معاك باسلوب هادئ ونوصل بيها لنقطه وسط. انت مش هتحقق كل المطالب وهم هيتنازلوا في لحظه من غير ما يكون في حاجه بتعطل الانتاج لو ده بيضر النظام. فبالتالي عشان النظام يوصل للحظه ان هو ما يكونش في ضرر بالانتاج، هو محتاج ان هو يقدم تسهيلات للحركه العمليه انها تنظم نفسها. الرد الطبيعي او الرد اللي كنا بنسمعه بقالنا وقت طويل جدا، خلي عجله الانتاج تدور، ده مش وقته. وقفت ايه واحتجاجات ايه وخلي الدنيا تمشي ومشيها وهي ماشيه لوحدها اصلا، يعني من غير ما حد يمشيها. ايه رايك في الردود دي؟ انا بعتقد انه في جزء، يعني ناخدها من ناحيتين، في جزء كبير من المواطنين المصريين متضررين من فكره الاحتياجات المستمره، متضررين من فكره انه في النهايه الاقتصاد واقف وده بيضر بمصالحنا جميعا كمواطنين. لكن من ناحيه ثانيه انا كنظام سياسي محتاج اقدم تسهيلات للعمال اللي ليهم مطالب حقيقيه ومشروعه وليهم احتياجات حقيقي، بان انا اديهم طريقه ينظموا بيها نفسهم. يعني انا قانون الحريات النقابيه لغايه دلوقتي لم يصدر، وبالتالي انا محتاجه ان انا اطلع صيغ اخلي العمال يمثلوا نفسهم بنقابات، لان في النهايه في جزء من الازمه انه العمال بيحاولوا يعبروا عن نفسهم بالاضراب وبالاحتجاج لان ما فيش حد بيسمعهم، ما فيش صوت بيسمعهم. أيوة. لو في نقابه بتتكلم مع صاحب الاداره او غيره ده هيسهل العمليه. نعم. ولو في مشاكل على قانون الحريات النقابيه، انه ممكن يكون مثلا في احدى يعني تحفظات رجال الاعمال او غيرهم، انه ممكن نقول انه في مصنع واحد لو هيكون لي في 50 عامل وفي اربع نقابات، فده بيفتت العمال وما بيخليش صاحب العمل او العامل يستفيد. فخلينا نحط ضوابط على قانون الحريات النقابيه، لكن عدم اصداره مش هيكون حل للمشكله بل هيزيد تفاقمها. حقيقي، وحتى الان لم يصدر اي قانون لتنظيم احوال العمال، او لا يصدر اي قانون لانضباط مطالبهم المشروعه حتى الان. وبالتالي ده جزء من الازمه، لان انا في المرحله، انا دلوقتي في مرحله انتقاليه امتدت بقى لها 3 سنين. في المراحل الانتقاليه انا محتاجه اشوف صيغ لاداره الازمات الاجتماعيه. انا عندي ازمه اجتماعيه، ما لازم انا عندي ازمه في اداره الازمه. بالظبط كده، في لا ما هو هنبتدي بقى المشوار من الاول. انا عندي ازمه في اداره صحيح الازمه صحيح. مش بس في الخدمات الاجتماعيه او في المطالب الاجتماعيه، انا اصلا عندي مشاكل. صحيح، لان انا يمكن احدى المشاكل انه النظام بينظر للاحتياجات العماليه على اساس انها مشكله امنيه. فهي مش مشكله امنيه، هي بتعبر عن ازمه، عن انه في احتياجات ما فيش طريقه لتلبيتها. حقيقي، انا ممكن اتفهم النظام السياسي في اللحظه الحاليه انه ما عندوش موارد اقتصاديه كافيه يوزعها على العمال، لكن انا مش متفهمه ليه انت ما بتديهمش فرصة
فرصه ان هم ينظموا نفسهم، يكونوا معاك شركاء في صنع القرار، ويتحملوا يتحملوا معاك صعوبه الموقف. لما انت هتديهم فرصه ان هم ينظموا ويكونوا شركاء معاك، هيقدروا ان هم يوصلوا معاك لكومبرومايز او لحل وسط هيريحك ويريحهم. وكل البلاد اللي مرت بمراحل انتقاليه عملت صيغ زي ديت. يعني احنا بنحاول ان احنا نحل الموضوع بطريقه غريبه شويه. ليه دايما النتيجه بتكون مسكن او صوت غير مسموع او بيوصلوا الحيطه سد؟ ليه دايما النتيجه بتكون كده؟ نتيجه الدراسه بتاعتك اثبتت انه ليه دايما النتيجه بتكون كده؟ يعني جزء من الازمه راجع للنظام وطريقه تعامله، جزء راجع لطريقه الحركه العماليه في طرحها المطالبه. فالجزء اللي راجع للنظام هو في النهايه ان هو ما بيحاولش ان هو يفكر ازاي يعمل هيكله حقيقيه او تغيير حقيقي في الادارات اللي تبعه. يعني الادارات اللي تابعه للقطاع العام عندها فيها سوء اداره وفيها فساد وفيها مشاكل حقيقيه. انا محتاج كنظام ان انا اقرر في لحظه ان انا اغير دوت، واحاول ان انا اشتبك مع شبكات المصالح اللي هي غير نزيهة. من ناحية تانية الحركة العمالية ساعات كتير بتركز على، أو قواعد العمالية بالذات بتركز على فكرة المطلب الصغير، الربح ده حقهم وده مطالب مشروعة، لكن محتاجة كمان في فترة إنها تركز على المشكلة الرئيسية، ألا وهي إنه السياسات الاقتصادية والاجتماعية أو السياسات اللي علاقة بإدارة النمط نفسه للنظام فيها مشكلة. تفتكري لو النهاردة إحنا حد من الـ من الـ من الحكومة أو حد من النظام الحاكم الآن أو بعد إن شاء الله مرحلة الانتخابات الرئاسية بإذن الله نستكملها على كل خير، تقول لهم إيه على أهمية الاهتمام أو أهمية مراعاة العمال أو أهمية الالتفاف للحركات العمالية؟ تقول لهم إيه؟ تقول لهم خدوا بالكم من إيه؟ تقول لهم دول إيه؟ تقول لهم إيه؟ يعني انا احب اقول في 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 النهايه انه المطالب العماليه او مطالب الشارع اللي ليها علاقه ب، في النهايه الناس خرجت قالت انا عايزين العيش. يعني احنا عندنا مشكله اجتماعيه، يعني عندنا مشكله حقيقيه، وبالتالي انا فكره ان انا اتعامل معاها بالقمع ده مش هيحلها. فكره ان انا اتعامل معاها بان انا مسكنات حتى ده ما بقاش النظام قادر عليه لان ما عندوش موارد اقتصاديه. وبالتالي الحل الوحيد هو ازاي ان انا اوفر اليات اللي بيها يبقى في طريقه للتواصل ما بين الحركه العماليه والنظام من ناحيه. الاليات دي متعارف عليها في كل الدول اسمها النقابات. فبالتالي ازاي انا اسهل فكره انه يكون الحركه العماليه متنظمه بطريقه معينه، ما تبقاش سايله، ما تبقاش في حاله السيوله ان الناس في الشوارع على طول او الناس بتضرب على طول لان ما فيش طريقه ثانيه تعبر عن نفسها. فانا كنظام محتاج اشوف اليه ادير بيها الازمه الاجتماعيه. ده مهم قوي، مش بس الازمات الاجتماعيه. ارجوكم اذا كان في حد بيسمعنا، انما كمان كتير من الازمات اللي بنمر بيها وللحقيقه تجاهلها او عدم حلها، مش ان احنا نديهم مسكنات، ممكن ده يخلي في مشاكل كتير تتفاقم وده يخلي في انفجار بقى يحصل في لحظات من اللحظات. واعتقد ان الظروف الاقتصاديه للبلد والظروف الاجتماعيه والظروف الامنيه وكل الاحوال المعيشيه اللي بنمر بيها في البلد لا تسمح لاي انفجارات اخرى. انا سعيده جدا بلقاء حضرتك معانا النهارده، وبشكرك على الاهتمام بالجزء ده او بالشريحه دي في دراسه دكتوراه زي اللي عملتيها دكتور نادين عبد الله المحلله السياسيه. بشكرك مره ثانيه، نهارك سعيد. بعد الفاصل نستكمل فقراتنا. المشاهدين خليكم معانا. We'll be right back.